السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من موقع ألترا عراق ومقال للكاتب شبر عبد الوهاب عن دور قوى الاحتجاج والتغيير تشرين أنموذجا. يعاني النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم من مشاكل وانحدارات كثيرة ومتكررة. تشرين كانت بذرة أمل خضراء في نفوس العراقيين، لكن سرعان ما أحرقتها السلطة. فبرزت ملامح حركات الاحتجاج وقوى التغيير في النظام السياسي العراقي الذي جاء بفعل أسباب يعرفها جميع العراقيين بعد عام 2011. فبدأت تنظم نفسها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا من خلال النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المدنية التي تريد أن تمارس دورها وحقها الدستوري في المشاركة السياسية والمدنية للشباب وطرح حلول وبدائل تحاول أن تصحح من عبء أخطاء النظام وتطالب بتصورات تحفظ لها وطنها وحقوقها. وتكللت بعدة مظاهرات مختلفة في سنوات متفاوتة. نأت هذه السلطة نفسها عن الشباب وأصواتهم وغيبت دورهم وأشغلتهم في الصراع مع الحياة وكيفية كسب لقمة العيش وفرص العمل، وحاولت خلق هويات لتقسمهم عرقيا ودينيا واجتماعيا، ونجحت في ذلك. وأصبح جل ما يفكر به الشباب العراقي هو وظيفة أو فرصة عمل ملائمة له. وأضف إليها بأن هذه السلطة لا تؤمن بمدى التداول السلمي للسلطة، بل تشبعت وانغمست كليا مع دول الجوار للحفاظ على مصالحها ولديمومة تمسكها بالنفوذ. وفي الوقت الذي يمر فيه العراق بمنعطف خطير في المشهد السياسي، يجب على قوى التغيير والحراك المدني أن يلملم شتات نفسه ويحافظ على توازنه بما يمتلك من وعي يؤهله لقيادة المرحلة المقبلة لطرح بدائل وحلول جديدة. فالواجب اليوم هو امتلاك رؤية حقيقية واستراتيجية هادفة للتصدي للمشهد، وأن تكون هناك قراءة دقيقة للواقع وعدم الإسراع في اتخاذ القرارات أو المواقف التي تشخصن الآخرين، وأن تكون هنالك مطالب وخطابات واقعية تمتلك من الوعي ما يؤهلها لتطبيقها والابتعاد عن الاكتفاء بالشعارات والهتافات والمنشورات الرنانة. من صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا للكاتب بسام البدارين يقول فيه: أخيرا غمرتني بعض السعادة وأنا أسمع النبأ بعد طول انتظار وإطلاق رصاص وتحطيم أسوار واحتقانات في الشارع. صوت البرلمان العراقي بالثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. اسم الرجل يبدو فنيا وموسيقيا إلى حد ما، لكن ثلث أعضاء البرلمان امتنعوا عن التصويت، وعبرت حكومته من حاجز الثقة بصعوبة بالغة، لأن العراق الذي وعدنا من أسقطه يوما لتبرير الاحتلال والفعل الإجرامي للأمريكيين ضد هذا البلد بأن يكون سنغافورة الشرق لا يزال عالقا بأطراف ثوبه عندما تحرر من الاستبداد. ويضيف الكاتب: أي استبداد أكثر من ذلك الاستبداد الذي أظهرته فضائية عراقية وهي تستضيف مواطنة عراقية تقول بالحرف الواحد: ماكو كهرباء، ماكو ماي، ماكو تمن وشكر، ماكو شيء، شلون تريدون نعيش؟ هذا واقع العراق، فهو بلا كهرباء ولا ماء، وبعض محافظاته بلا مدارس، وبالتأكيد بلا صحة، ومرض الكوليرا يلامس أطراف قدميه. هو العراق الذي كان عظيما يا سادة، لكن إيران بالمقابل التي نهبت العراق وأفسدته وجعلت مع الشيطان الأمريكي ليله يصبح نهارا، والعكس مشغولة أيضا باحتراق أطراف ثوبها. والحدث الإيراني يظهر بعد كل تلك المظاهرات، وقصة حادثة الفتاة الشهيرة يتكرس ويظهر بصفة يومية على قناة محطة CNN التي فرضت مساحة واسعة لمتابعة ما تسميه
ثورة غضب الشارع في 11 مدينة إيرانية. CNN تذرف الدموع على الحرية في إيران من دون أن تقول لنا شيئا عن دور بريمر في نزيف العراق والمسلسل المتصل الذي بدأه بريمر ولا تزال حلقاته تعرض حتى الآن. نشرت صحيفة إندبندنت تقريرا حول خطة الحكومة البريطانية للتخلي عن تعريف لمواجهة كراهية الإسلام وتقديم تعريف رسمي آخر. وفي التقرير الذي أعدته ليز ديردن قالت إن مايكل غوف المعين من جديد كوزير للمجتمعات يعارض التعريف المقترح من لجنة برلمانية ويقول إنه سيجلب المخاطر. أضافت الصحيفة أن الحكومة توقفت عن العمل على تعريف رسمي لإسلاموفوبيا والذي وعدت به قبل 3 أعوام وسط قلق من عدم اهتمامها بالموضوع. وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين هم الأكثر استهدافاً في جرائم الكراهية في كل من إنجلترا وويلز في الوقت الذي كشف فيه عن سلسلة من الفضائح داخل حزب المحافظين عرت كراهية المسلمين في صفوفه. سيواجه الوزراء مساهلة في البرلمان حول الموضوع يوم الثلاثاء وهو بداية شهر التوعية من الإسلاموفوبيا. وسيطرح النائب العمالي أفضل خان نقطة نظام حول فشل الوزراء المتعاقبين بالرد على أي من الرسائل المتعلقة بالموضوع منذ أكثر من عامين. وقال للصحيفة إن غياب التحرك منذ عام 2018 والذي ترافق مع الاتهامات الدامغة من النائبة المحافظة نصرت غاني تكشف كلها عن عدم تعاملها مع الموضوع بجدية. وقال عاما بعد عام ظل المسلمون الضحايا الأكثر من الجرائم المدفوعة بكراهية الدين، ولا يوجد ما يشير إلى تراجع هذه الموجة في ظل حكومة المحافظين. ونظرا للفوضى المستمرة فإن وزراء المحافظين فشلوا في التعامل مع إسلاموفوبيا والوفاء بوعودهم. ويعارض الوزير الحالي غوف التوصل لتعريف محدد، وظهر في نقاش الشهر الماضي بعدما عزله جونسون بسبب عدم ولائه، وقال غوف إنه يريد استهداف الإسلام السياسي الذي يصفه بالفيروس. نشرت صحيفة أوبزيرفر تقريراً عن هجمات المتطرفين القوميين الهندوس على مساجد المسلمين ومحاولتهم إعادة كتابة تاريخ الهند. وقالت حانا إليس بيترسون في تقرير لها من ولاية أوتار براديش شمال الهند إن محامين في مكتب ببلدة بدوان جلسا يتجادلان وسط الكتب القانونية المغبرة حول مصير شمس جماعة مسجد الذي ظل قائما منذ 800 عام. يقول المسلمون الهنود البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة إنهم يتعرضون منذ وصول الحزب القومي الهندوسي المتطرف بهاراتيا جاناتا بي جي بي للاضطهاد والعنف والتمييز المدعوم من الدولة. يقول المسلمون الهنود إنهم يتعرضون منذ وصول الحزب القومي الهندوسي المتطرف بهاراتيا جاناتا بي جي بي للاضطهاد والعنف والتمييز المدعوم من الدولة. وبحسب أجندة القوميين الهندوس التي يطلقون عليها هندوفتا القومية الهندوسية والهادفة إلى جعل الهند بلداً للهندوس وليس بلداً علمانياً، فقد تم استهداف المسلمين المدنيين والناشطين والصحافيين وتمت مقاطعة المتاجر المسلمة. ونشر قادة بي جي بي الخطاب المعادي للمسلمين، وأصبحت المساجد ضمن مشاريع واسعة للحزب تهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الهند بناء على أيديولوجية هندوفتا. وأصبحت الرواية الرسمية التي تبناها الحزب الحاكم وبدعم من المؤرخين والمناهج الدراسية تقوم على أن الأمة الهندوسية القديمة تعرضت ولمئات من السنين للاضطهاد. لا توجد أدلة تاريخية على أن المسلمين المغول دمروا 36,000 معبد هندوسي، ويحاول المتطرفون الهندوس اختراع تاريخ للهند على صورتهم وليس إعادة كتابة التاريخ فقط. قضية
القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل بغير الفلسطيني ولا يمكن أن تحل بالفلسطيني وحده. بالنسبة للشرق الأوسط ماذا يعني لأمريكا؟ كيف تتعاطى معه؟ لا سيما في وجود قاعدة عسكرية متقدمة لأمريكا والغرب هي إسرائيل في المنطقة. الذي أفشل هذا الموضوع هي المقاومة العراقية الحقيقة، لأنه ما استطاعوا أنهم يحققوا ما يريدون، أنه كل هذا وهم. المشكلة الرئيسية لتركيا الآن هي الحقيقة في موضوع الطاقة، الاقتصاد وخصوصا الطاقة. الطاقة تستهلك منها أكثر من 25 مليار دولار، 22 إلى 25 مليار دولار سنويا. مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية الدكتور سامي العريان في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً من إعداد روبن ديكسون أشارت فيه للتوازن المعقد الذي يواجه الرئيس فلاديمير بوتين في علاقاته مع كل من السعودية وإيران، وهما بلدان متنافسان بشكل دائم حول قضايا المنطقة. وجاء في التقرير الذي أعدته من ريغا العاصمة اللاتفية أن حادث مايكروفون أثناء حديث ساخن في تلفزيون موالي للحكومة الروسية كشف عن دور إيران بتزويد القوات الروسية بمسيرات انتحارية استخدمت لتدمير البنى التحتية الأوكرانية في وقت ظلت فيه موسكو تنكر استخدام مسيرات إيرانية. قال المعلق العسكري رسلان بوخوف المقرب من الكرملين في مداخلة: كلنا يعرف أن المسيرات هي إيرانية، والمشكلة أن بوخوف لم يكن يعرف أن الحديث كان على الهواء. يعكس الإنكار الروسي والإيراني رغم الأدلة الكثيرة الأرضية المشتركة بين البلدين اللذين يجمعهما العداء ضد الغرب والعزلة الاقتصادية والإيمان بنظريات المؤامرة وقمع المواطنين في كلا البلدين وميل المسؤولين للكذب، وتزايدت علاقة المصلحة بشكل أصبحت فيه مهمة لروسيا التي تعاني من نكسات كبيرة في الحرب بأوكرانيا وتشكل نوعا من الإهانة لدولة تطمح لأن تكون من القوى العظمى في العالم، لكنها تطلب المساعدة من إيران كي تزودها بالصواريخ والمسيرات القتالية، وفي خرق محتبل لحظر تصدير السلاح للجمهورية الإسلامية الذي صوتت لمصلحته موسكو. وترى الصحيفة أن العلاقات القريبة مع طهران قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات في المنطقة ولعقود في وقت يحاول فيه الكرملين موازنة علاقات متضاربة مع إيران من أجل الأسلحة ودعم الحرب، والسعودية للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة كي تظل خزينة الحرب عامرة بالمال. والآن إلى كاريكاتير اليوم. تستعد الجزائر لاستقبال الزعماء العرب في قمتهم 31 المقررة اليوم بتزيين شوارعها بالأعلام العربية، إضافة إلى إعادة تأهيل شوارع رئيسية ووضع مجسمات تمثل كل دولة. وعلى مسافة 35 كيلومتر من مطار هواري بومدين الدولي شرق العاصمة الجزائرية إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في غرب المدينة الذي يحتضن اجتماعات القمة العربية، تزين أعلام 22 دولة عربية الطرقات إلى جانب لافتات ترحب
بضيوف القمة. وللجمعة الثانية على التوالي قررت سلطات العاصمة فرض إغلاق مؤقت لبعض محاور الطرقات التي تربط المطار الدولي بقصر المؤتمرات بين الساعتين 4 و7 مساء لتسهيل تنقل الوفود الرسمية. وبدأت السلطات الجزائرية التحضيرات لهذا الموعد باكرا على مستوى العاصمة من خلال رفع الأعلام على مستوى الطرقات الرئيسة وبعض الأحياء، فضلا عن إعادة تهيئة الشوارع والطرقات الرئيسة في المدينة التي ظهرت بحلة جديدة. يلاحظ من يتابع القضايا التركية عن قرب أن تغيير أتاتورك للحرف العربي في الأبجدية العثمانية واعتماد الحرف اللاتيني بدلاً منه عام 1928، والذي عرف آنذاك بالانقلاب اللغوي الذي جرى ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها من أجل تحديث المجتمع، قد تسبب في عدم قدرة الأجيال الجديدة في تركيا على قراءة تراثها، بالإضافة إلى عدم معرفة أصول كثير من الكلمات المستخدمة الآن. وفي هذا السياق جاءت فكرة إنشاء متحف الكلمة الذي افتتح رسمياً في العاصمة التركية أنقرة في الاحتفال بيوم اللغة التركية، وافتتح للزوار في بداية الأسبوع الجاري بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الكلمات التركية وعلاقاتها باللغتين العربية والفارسية. يعد هذا المتحف أول متحف للكلمة في تركيا، وقد أسسته الكاتبة شيرمين يشار في مبنى قديم أمام متحف حضارات الأناضول الشهير في أنقرة، حيث قامت بترميم المبنى المكون من 4 طوابق الذي كان في الماضي يستخدم مخزنا للحبوب. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. طوابير ومظاهرات واحتجاجات تطالب برفع الأجور لمواجهة غول التضخم. كرة الإضرابات تكبر في فرنسا وتضع ماكرون في أكبر مأزق له قد يجرفه خارج أسوار الإليزي، وسط تمسك قوى اليسار بمواصلة الضغط النقابي. فهل تطيح إضرابات العمال بماكرون؟ مستنقع الإضرابات. يبدو أن هذا الشتاء لن يكون عادياً على الفرنسيين، فرياح الإضرابات بدأت قبل أوانها حسب الكثيرين الذين تنبؤوا بشتاء احتجاجي ساخن قد يطيح بالرئيس إن لم يكبح جماح النقابات العمالية الغاضبة من غلاء المعيشة والتضخم والمطالبة بزيادة الأجور وحقها في الإضراب. العاصمة باريس وما جاورها عاشت على وقع التوابير الممتدة أمام محطات الوقود بسبب تواصل إضراب عمال المصافي التابعة لمجموعة توتال إنرجيز الفرنسية للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجورهم، شأنها شأن مطالب قطاعات النقل والتعليم التي نفذت إضراباً عاماً في 18 من أكتوبر تشرين الأول 2022، أطلق عليه الثلاثاء الأسود أين عبر فيه ملايين الموظفين عن عدم رضاهم من تدهور القدرة الشرائية بسبب التضخم وإصلاح المعاشات التقاعدية وإعانات البطالة، وسط تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في مشهد غاضب على الوضع في البلاد. أعاد للأذهان ما جرى مع حركة السترات الصفراء وإضراباتها التي امتدت لأشهر عدة. مأزق ماكرون، أزمة اجتماعية خانقة اعتبرها متابعون تحدياً كبيراً للرئيس الفرنسي قد تهدد نفوذه خلال ولايته الثانية، وقد تفتح أيضاً الباب أمام أحزاب اليسار للثأر منه، خصوصاً إذا كانت هذه تعبئة الاحتجاجية بقيادة حزب فرنسا المتمردة ورئيسها جان لوك ميلانشون غريم ماكرون في انتخابات إبريل نيسان 2022.
ميلانشون الداعي لجبهة شعبية تنصهر فيها كل القوى العمالية والنقابية والسياسية للوقوف في وجه حكومة ماكرون وفرض إصلاحاتها لصالح العمال والموظفين قد تقوده في حال تمريرها إلى كرسي السلطة، خاصة إذا تواصل الضغط النقابي لأشهر قد يقطع الطريق أمام إصلاحات ماكرون التشريعية، على رأسها مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي قد يكون بداية النهاية للرئيس الوسطي ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.